مرحبا يا حلوين، رجعت لكم فيديو جديد. وهلا بدي جهز حالي مشان اطلع على حفله معزومه على خطوبه لبنت صديقه لي من الجاليه الكرديه. خليكم معي مشان تشوفوا مقتطفات من الحفله. وهون انا صرت جاهزه، عملت مكياج خفيف ولبست هذا افرول اشتريته من شي ان تايجر، كتير طلع حلو على اللبس. وهيك انا جاهزه ومروان ناطرني تحت، ويلا نروح على صاله الحفله. لا هيك اللي بتمنى، ما حد